أهلاً، الآن عندي حل ورشيت 1.6، فبسم الله خلنا نبدأ. يقول إذا domain of inverse cosine function is، نتذكر أن الدومين حق inverse cosine هو من سالب واحد إلى واحد، الرينج حقها من 0 إلى باي. طيب the domain of inverse sine function نفس الكلام، من سالب واحد إلى واحد، لكن الرينج حقها من سالب 2 باي على سالب 2 باي على 2، او عفوا شو اسمه بدون 2 باي، سالب باي على 2، زين، الى باي على 2. تمام. هنا يقول لي ترو اند فولس، the function f of x equals r cosine is an odd function، ترو. تمام، بوريكم الرسمه الان. the function g of x r cosine is an increasing function، that's false. اوكي That's false. ليش؟ خل أوريكم الرسمة. عندي ملف هنا، وين؟ إيه، هنا عندنا الكوزاين. تمام، هذه رسمة الانفرس حق، هذه رسمة الانفرس حق الكوزاين. نلاحظ أنها تبدأ من فوق وتنزل تحت، إذن هي decreasing function. ليش قلنا أن الساين هي odd؟ لأن زي ما شفنا عندها symmetry مع الأوريجن. نرجع للوركشيت. Which of the following statement is false؟ عندنا the domain of inverse cosine function is سالب واحد إلى واحد، معلومة صحيحة. the range of inverse cosine is 0 to b، معلومة صحيحة. inverse sine function is an even function، معلومة خاطئة. تونا وريناكم الرسمة، رسمتها عندها مع الأوريجن، فهي الجواب. تمام. find the domain and the range of هذه الدالة. أول شيء خلينا نشوف إذا يمدينا نحذف أشياء ثانية. ما في أي تعديل على الرينج برا، فالرينج راح يكون من سالب باي على 2 إلى باي على 2، لأن هذا هو رينج الساين، فهذه يمدينا نحذفها، هذه يمدينا نحذفها. أوكي، كيف نجيب الدومين؟ راح ناخذ 3 إكس زائد 1 ونخليه بين سالب 1 وموجب 1. طبعا في ناس سألوني قالوا طيب عفوا هذا طبعا بالدومين، بالدومين نسوي كذا، قالوا طيب ليه ما نسوي زي اللي 1.4 ونخليه مثلا باي على 2 زائد كي باي. هنا يفرق، ليه؟ لان احنا قاعدين نتكلم عن الانفرس، نتكلم عن داله اصلا محصوره، داله صغيرونه، فانت جايك قالك ان الداله بين سالب 1 و1، ما يصير تروح تحطها هناك. هو قالك يعني الدومين هذا هو بين سالب 1 و1، فنستخدم هذه الطريقه. نكمل، نطرح واحد من كل الاطراف، بصير عندنا 3 اكس بين سالب 2 و0، نقسم 3 على كل الاطراف، فالإكس بتكون بين سالب 2 على 3 والصفر، فمن سالب 2 على 3 مغلقة، صفر مغلقة، اللي هو دي. اللي بعده، one of the following properties of inverse trigonometric function is true. يقول لي the function f of x r cosine is an odd function، true، جبناه من أول وحدة. أوكي، هنا قال لي arc cosine is an increasing، هذا معلومة خاطئة. the functions arc cosine and arc sine and arc cosine have the same range، معلومة خاطئة. the function arc cosine is an even function، معلومة خاطئة. طيب هذه الأسئلة، حرفيا كلها تنحط في الحاسبة وتطلع، نتوقع يعني ما يحتاج نضيع وقت ونشرحها، لأن بس بتحطها في الحاسبة وتطلع لك النتيجة كاملة. إذا حصل أي تغيير وطالبوا مثلا أنها تنحل في الخطوات، مع أني ما أظن، لكن إذا حصل بإذن الله بينزل لها شرح خاص كيف نحلها في الخطوات بعدين في قناة الماث، لكن إذا أنا أتوقع أنها بس تنحل في الحاسبة وما أتوقع تجي مقالي.